إخوتي، أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت. اليوم مع شرح جديد مع موقع رائع لكسب عملة الروبل. عندما نقول الروبل والدولار نفس الشيء، لأن عندما نكسب الروبل نحوله إلى الدولار بكل سهولة عن طريق موقع أو محفظة الباير. على ذكر محفظة الباير، لقد رأيت في بعض التعليقات في الموقع الذي شرحته من قبل أن بعض المعلقين لم يروا رابط المحفظة، ولقد وضعته وهو رابط مختصر، وسأقوم بشرح هذه المحفظة لاحقا. نعود إلى هذا الشرح. إخوتي، هذا الموقع طريقة التسجيل فيه سهلة جدا. هنا نضع اسم المستخدم، الإيميل، كلمة السر ونعيد كلمة السر، ونضغط على كريا ان كود أو إنشاء حساب باللغة العربية. استخدموا جوجل كروم لأنه عنده الترجمة، واستخدموا الترجمة باللغة العربية إذا شئت. أنا أستعمل اللغة الفرنسية. أنا سأضغط هنا للدخول إلى الحساب. هنا سأضع اسم المستخدم وهنا كلمة السر. أتخطى الكابتشا. الكابتشا أصبحت مملة. نضغط على دخول أو دخل وحده. هذا هو الموقع. الموقع عبارة عن موقع كما يسمى موقع السيارات. عندما تدخل أول مرة يعطيك سيارة. هذه السيارة تجمع لك الروبل. هنا هذه السيارة تجمع 0.0034 في الساعة. هذه هي السيارة. الآن جمعت 0.12 روبل بواسطة هذه السيارة. عندما تجمعون هنا تجمعون الروبل، تستطيعون أن تشتروا سيارة أخرى لتجمعوا أكثر. مثلا هذه السيارة أعطيت لنا أول مرة. هنا مثلا هذه السيارة ثمنها 10 روبل، هذه 50 روبل، وهي العملة، والعملة هنا التي تستعمل هي فروتي. هذه السيارة 1000 روبل، تجمع لك 0.38 في الساعة. هذه 250 روبل، تجمع لك 0.093 روبل في الساعة. وهكذا. هذه السيارة ثمنها 3000 روبل، تجمع لك 1.2 روبل في الساعة، أي 29% من هذا الثمن في الشهر. طريقة العمل في الموقع سهلة جدا. إذا لدينا هذه السيارة تجمع لنا الروبل. الطريقة الثانية لجمع الروبل بواسطة تصفح المواقع. مثلا هذا، نضغط عليه.
ننتظر هذا العدد. العدد 84، نضغط عليه. لقد احتسب لنا القيمة. قد احتسب لنا 0.025 روبل. ثم نذهب إلى الإشهار الثاني ثم الثالث. يوجد بقي 12 إشهار. يقوم الموقع بتجديد هذه المواقع كل ساعة أو 12 ساعة. هي إشهارات متجددة. بالنسبة لهذه التسمية الأولى تستعمل لشراء السيارات، هذه للسحب، وهذه لشراء للاستثمار في إشهار موقعك. هنا البروفايل، بروفايلك، الاسم واللقب والإيميل وكلمة السر. لو ندخل عليها هنا السيارة التي عندي، مواصفاتها 0.0034 في الساعة. هنا عدد الإحالات 0، ليس عندي أي إحالة. هنا عدد الكليكات أو الضغطات، عندي 11 ضغطة. هنا عدد المال الذي سحبته هو الذي دفع لك. هنا الاسم، لم أكتب الاسم. هنا اسم المستخدم، هنا الإيميل، وهنا الاي دي. وهنا متى بدأت في استخدام هذا الموقع. نعود إلى الإعدادات. هنا ليدر دو لا كورس، هنا الذي كسب كثيرا في هذا الموقع بدون أن ندخل إليه، لا يهمنا. هنا للمعلومات، لا تهمنا. هنا إذا أردت الإيداع في الموقع وشراء السيارات. هنا للسحب، يسحب هذا الموقع إلى عدة بنوك، كما قلت لكم الباير، اليونديكس، الكيوي أدفكاش، فيزا، ماستر كارد، بيرفكت موني، أوكي باي، ويب موني، وهذه البنوك لا أعرفها، هي بنوك روسية. نحن ما يهمنا هو الباير. ويوجد بنوك مشهورة أيضا، هناك أدفكاش ويونديكس، بيرفكت موني، وأيضا فيزا، ميستر كارد. أنتم أحرار في اختيار البنوك التي تريدون السحب إليها والتي تستخدمونها. نعود إلى هذه اللوحة. هنا عندما تودع في الموقع تقوم بتحويلها إلى سيارة بالانس اكسشنج.
هنا لتصفح المواقع وربح المال. هنا إذا أردتم أن تضيفوا موقعكم لربح المال من الترافيك، وذلك بعد الإيداع والاستثمار. هنا نفس الشيء، إشهار لموقعكم، وهنا الإحالة، هنا رابط الإحالة الأول، هنا رابط الإحالة الثاني، هنا رابط الإحالة، هنا برومو بيج 1 وهنا برومو بيج 2. نحن نستخدم ريفيرونس 1 أو ريفيرونس الأولى، لأن المستوى الذي لدينا هو المستوى الأول. إذا نستخدم هذه الإحالة، رابط الإحالة هذا. رابط الإحالة الأول تأخذ 7% من أرباح المحال إليك. وتربح 0.05 0.005 روبل لكل موقع تصفحه صديقك. أظن أن الشرح واضح. سنكمل هذه اللوحة. هنا ماتيريال بروموسيونيل فيما يخص الإشهار، هنا القيام ببعض المهام وربح روبل، هذه تهمنا. هذه المهمة الأولى، يعطيك 1 روبل. تذهب إلى هذا الموقع vk.com. هذا موقع عبارة عن موقع مثل الفيسبوك وهو روسي، تتسجل فيه وتدخل إليه. أنا تسجلت من قبل. عندما تتسجل فيه تذهب إلى هذا الموقع، ثم تقوم بالمشاركة في هذا الموقع عن طريق الموقع الأول، ويعطيك 1 روبل. عندما تقوم بإثبات السحب من موقع في محفظتك الباير أو أي محفظة، تقوم بعمل كابتشر لصورة السحب، تأخذ 5 روبل. تقوم بزيارة 1000 موقع، تأخذ 10 روبل. عندما تجمع 50 إحالة تأخذ 50 روبل. إخوتي، هذا الموقع رائع جدا. تقوم بإنشاء فيديو تشرح فيه هذا الموقع، تأخذ من 25 إلى 250 روبل في اليوتيوب. تعمل فيديو لهذا الموقع في اليوتيوب، تأخذ من 25 إلى 250 روبل. إخوتي، لو تقوم بشرح هذا الموقع في اليوتيوب وتأخذون 250 روبل،
تشترون به السيارة بهذه القيمة ستعمل لكم بدون تصفح المواقع. نعود إلى هذه اللوحة، هنا بونوس أو البونوس بالعربية، بالفرنسية يسمى بونوس. كل يوم تدخل إلى هذا الموقع وتأخذ بونوس. تضغط هنا وتأخذ 0.54 روبل بونس. نعود إلى اللوحة، بقي لنا أمر واحد فقط. هنا إحصائيات، وهذا الأخير حساب العائد. هنا مثلا تأخذ عندك مثلا 4 سيارات، تحسب كم العائد الذي لديك. هذا ما لدي في هذا الموقع. ما يهمنا في هذا الموقع هو تصفح المواقع. هنا عمل المهام كلها وشراء السيارات. وهنا السحب، وهنا إذا أردتم الاستثمار والإيداع. هنا لشراء السيارات. وأخيرا في هذا الموقع، عندما تريد أن ترجع هذا الذي جمعته إلى المال، تضغط هنا، تضغط على مفلوت أين موجود السيارة هذه، ثم تضغط هنا، ثم يرجع إلى هنا 0.35. البونوس يذهب إلى هنا، انظروا 0.48. أظن أني كنت واضح. ولا تنسوا الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو ومشاركة هذا الفيديو إن أعجبكم. وأي سؤال أو أي تعليق اتركوه تحت الفيديو. أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.